انتصر واحجز البطاقة دون النظر الى النتائج الاخرى. ركلة جزاء الان. هوسو فرانك الايفواري، الايفواري فرانك، ركلة جزاء سيباوية، جول لمصلحة السيب، لمصلحة الامبراطور في هذه اللحظات. اول هدف يسجل، نعم، بقدم ماكسويل. ماكسويل يسجل ويسعد جماهير الامبراطور، يسعد جماهير السيب، عشاق السيب الذي يريد ان يعود بطعم السكر والحليب. هنا ماكسويل يسجل، طريق العودة بين الكبار، يراود الامبراطور، يراود السيب، وهدف اول يسجل بقدم اللاعب النيجيري. هشام وضعها قوية، قوية هي الأخرى. ثلاث ركلات ترجيحية ناجحة لمصلحة نادي ظفار. يفرحون الآن في المدرجات في يوم لم يقدم فيه الزعيم كل ما عنده، في يوم قدم فيه السيب مباراة كبيرة رغم الظروف، رغم الوضعية، رغم فوارق النجوم والإمكانيات، لكن في التاريخ لم تكن هنالك فوارق، في الرغبة لم تكن هنالك فوارق. ركلة ترجيح ثالثة ناجحة. ماذا عن ركلة السيب رقم أربعة؟ رقم أربعة ماكسويل وضعها في المرمى، معطي أمل كبير للسيب من أجل أن يعود. ماكسويل البديل في شوط المباراة الثاني يذهب من أجل تحية لزميلة وتحفيز للكرة القادمة. الركلة الترجيحية الرابعة وضعها طبعا ماكسويل بكل قوة في عمق المرمى مسجلا منها ركلة ترجيح ثالثة. Путь Костулень в нынешнем. Спасибо.